استطاعت تسلم التغلب على شح الوظائف في موريتانيا وتحديدا للنساء من خلال تأسيس مشروع لإنتاج القهوة وبعض المستحضرات من نوى التمر. نجاح مشروع تسلم دفعها للمشاركة باستمرار في معارض ريادة الأعمال النسائية لتطوير عملها ونقل خبراتها للآخرين. ساعة كافيه هي ذكرى قررت على اني نشتغل عليها بعد تخرج من ليسانس وصعوب مواجهه صعوبه ولوج سوق العمل. قررت اني نشئ مشروع خاص بي منه نقضي على البطاله ونكون ملي منتج جديد للسوق المحلي. الحمد لله قايم ومعدل فرص عمل الشابات معايا وفم ان كولابوراسيون بيني مع نساء الريف الحمد لله. فطا رياده الاعمال وتحديدا النسائيه شكلت محور اهتمام الكثيرين في موريتانيا خلال السنوات الاخيره كاحد الحلول لمواجهة البطالة إلى جانب تعزيز حضور المرأة في التنمية المستدامة. هذا مؤتمر سنوي لتمكين وتفعيل ريادة المرأة في مجال التنمية المستدامة. اخترنا هذه السنة عنوان التنمية المستدامة. أنا نعتقد أنه بتمكين المرأة وبمثل هذه المبادرات الشخصية تستطيع المجتمعات فعلا أن تنهض، لأن النهضة لا تستطيع الدول وحدها أن تقوم بنهضتها. الحكومة للتشجيع على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة خصصت عدة برامج لدعم وتمويل هذه المشاريع، فيما تعكف حاليا على إنشاء حاضنة لريادة الأعمال لتشجيع الخريجين الجدد لدخول هذا المجال. وهذه الحاضنة طبعا ستمكن طلاب الجامعة من إيجاد الفضاء الذي يمكنهم من خلاله تطوير مشاريعهم المستقبلية وريادة الأعمال من خلال التكوين، من خلال التدريب، من خلال المرافقة، إعداد دراسات الجدوائية، إقامة المشاريع، الحصول على التمويل إلى آخره. وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل في موريتانيا قد وقعت مع جامعة نواكشوط اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم القدرات المهنية والفنية للخريجين والباحثين عن العمل ممن أكملوا دراستهم في جامعة نواكشوط. 2000 مشروع تم العمل على تمويلها هذا العام من طرف البرامج الحكومية المخصصة لذلك، خطوة تهدف للتخفيف من وطأة البطالة التي ترتفع معدلاتها في البلاد بشكل لافت. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.